السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدون والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي سأستعرض فيه خبرا يقول: فيما استبعدها مراقبون صنعاء ترحب بأي عملية إنزال أمريكية على الأراضي اليمنية. وإلى التفاصيل، رحبت حكومة صنعاء بأي عملية إنزال أمريكية لجنودها على الأراضي اليمنية، مؤكدة أن هذا ما كانت تتمناه منذ بداية عاصفة الحزم التي تم الإعلان عنها من واشنطن العاصمة الأمريكية. جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي في حديث له على قناة الميادين، حيث اعتبر أن إنزال قوات أمريكية وبريطانية على أرض اليمن ستكون نتائجه إيجابية، حيث سيتم استفزاز الشعب اليمني بأكمله، وهذا سيعمل على توحيد اليمنيين ضد العدوان. كما اعتبر البخيتي أن عملية الإنزال ستعطي قوات صنعاء الضوء الأخضر لتوسيع أهدافها ضد القوات الأمريكية، وقال إن ذلك سيكون أمرا جيدا لأن أهدافنا ستتوسع، وهذا ما كنا نتمناه بأن تكون المعركة مباشرة بيننا وبين الأمريكيين. وأضاف أن الولايات المتحدة قد استنفذت كافة الوسائل في مواجهتها مع حكومة صنعاء، ففي البداية حاولوا استخدام أدواتهم داخليا ولكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، ثم توجهوا إلى استخدام أدواتهم على المستوى الإقليمي بالاعتماد على السعودية والإمارات، ولكنهم واجهوا فشلا أيضا، واليوم قاموا بتجربة العدوان المباشر ولكنهم فشلوا. وقال البخيتي إن الأمريكيين إذا ما قاموا بإرسال أو إنزال قوات أمريكية وبريطانية فإنهم سيكونون صيدا ثمينا لليمنيين. ويرى مراقبون أن أمريكا أبعد ما تكون عن أي حماقة مثل إرسال أو إنزال جنودها على الأراضي اليمنية لمواجهة مباشرة مع قوات صنعاء، لأنها تعلم ما الذي سينتظرها بعد أن شاهدت مصير مقاتلين من مختلف دول العالم ضمن قوات التحالف السعودي، ليسوا أقل تجهيزا من المقاتل الأمريكي وبالأدوات والأسلحة الأمريكية، وظهروا في أسوأ صورة وهم جثث ملقاة في كثير من جبهات القتال، وهذا ما لا يمكن أن يتحمله الشارع الأمريكي، فيما لو شوهد جنودهم جثثا تأكلها الضواري في جبال وسهول اليمن. كما أن هذا الأمر يعتبر تضحية بالمستقبل السياسي لأي رئيس أمريكي يسكن البيت الأبيض. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق عليه والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.